طيب نتعرف أكتر عن الموضوع ده مع ضيفي عبر الهاتف الأستاذ أنطونيوس ميخائيل خبير تكنولوجيا المعلومات. صباح الخير أستاذ يا باشمهندس أنطونيوس. طبعا نور يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. طيب خلينا في البداية نشرح للمشاهدين إيه هي الصادرات الرقمية. طيب خلينا نقول الصادرات الرقمية هي في منها ثلاث أنواع. في نوع هو التعهيد، والتعهيد ده ان انا بقدم خدمات بديله لدول اخرى، يعني زي مثلا خدمات الكول سنتر او مراكز الاتصالات. تمام. ان انا ببقى بدعم خدمه عملاء او دعم فني عن طريق عن بعد او ريموتلي من دوله لدوله اخرى، وده موجود في مصر من سنين اعتقد. بالظبط، ودي من اقوى القطاعات اللي حصل فيها نمو بشكل كبير جدا جدا، ل 45% تقريبا نمو خلال السنه الاخيره يعني. تمام. في قطاع تاني هو قطاع استضافة الخدمات التكنولوجية زي مراكز البيانات ومراكز المعلومات، تبقى مستضيفة داخل دولتنا في مصر، لأن احنا عندنا بنية تحتية الآن بشكل قوي جدا من ألياف ضوئية وخطوط إنترنت وخلافه. الخدمة الثالثة هي تصدير التكنولوجيا نفسها، إن أنا بصدر برمجيات أو تطبيقات أو خدمات تكنولوجية خاصة بالتكنولوجيا أو بالسوفت وير أو بالبرمجيات أو حتى التصميمات الهارد وير أو تصميمات المكونات المادية نفسها. تمام. ودول الثلاث قطاعات الواعدة جدا في هذا المجال. يعني أقول لحضرتك المبادرة اللي موجودة حاليا اللي موجودة الاستراتيجية بتاعتها قوية جدا. هي مش بس الوصول ل 9 مليار دولار خلال عام 2026، ولكن هي لحضرتك إن هي مبنية على ثلاث محاور قوية جدا في الاستراتيجية دي. المحور الاول هي اختيار التخصصات والنوعيه للتدريب اللي السوق العالمي بيطلبها مش بس السوق المحلي، وطبقا ليه احدث البرمجيات المطلوبه، يعني هل السوق العالمي بيحتاج برامج شكلها ايه زي الذكاء الاصطناعي وزي علم البيانات وزي الامن السيبراني وخلافه من التقنيات الحديثه زي الروبوتات والتحكم في الاشياء. كل دي تكنولوجيات العالم كله النهارده في اعلى قمه ليها. الحاجة الثانية ان اثناء التدريب لازم ادمج، مش بس بدي دورة تدريبية نظرية، ولكن لازم ادمج ما بين النظري وما بين العملي، يعني لازم تبقى التدريب على الاقل 70% منه عملي و30% منه اكاديمي ونظري، بلس الجزء الثالث او المحور الثالث او في الاستراتيجية هي دمج دوت في المجتمع كله. فعشان ادمج دوت داخل المجتمع كله فانا عامل شراكة مع الجامعات ومع الشركات المحلية على مستوى الجمهورية وليس على مستوى نطاق محدود زي العاصمة والمدن الأساسية أو المحافظات الأساسية، بل بالعكس هي دي مندمجة على مستوى محافظات مصر كلها. تمام. خليني أقول لحضرتك برضو بعض الإحصائيات كده اللي موجودة عشان نعرف خطة مصر 2030 دي من ضمنها ولا لا. الجزء اللي موجود اللي لازم أقول لحضرتك إن إحنا حصل تدريب ل 4000 متدرب خلال عامي 2018-2019. اترفعت الى 100 ضعف، 400 الف متدرب اثناء 2023-2024. المستهدف خلال السنه دي 2024-2025 هي 500 الف متدرب. خطه مصر القادمه حتى 29-30 هي مليون متدرب. فمعنى كده انا بستهدف بشكل كبير جدا هذا القطاع، وده من اهم القطاعات اللي موجوده داخل الدوله المصريه. صحيح. ومش بس تدريب، ده كمان انشئ ثلاث حضانات اعمال، فيهم اثنين في مدينة المعرفة وواحدة في المركز الأساسي لهذا القطاع. الحضانات دي بتستقبل الأفكار الجديدة للشباب وبتدي تنمية قوية جدا. أنا بدعمه بشكل مادي وبدعمه بشكل تقني وبدعمه بشكل مكاني وبدعمه بشكل خبراء تساعده وبدعمه بشكل اقتصاديين يساعدوه في تنمية هذه الأفكار والمشاريع اللي بتبدع بشكل جديد قوي. زائد أن أحد الحضانات الأعمال دي متخصصة في حلول لتمكين الاشخاص دي والاحتياجات الخاصه. فهي يعني ماشيه في كل المجالات والمحاور اللي موجوده حتى في خطه مصر 2030، ماشيه في كل المحاور اللي موجوده على مستوى العالم كله. خلينا نقول لحضرتك ان وزاره الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات عامله ابداع في هذا المجال بالشراكات مع الكيانات الدوليه، وقدرت توصل لتصنيف مصر ان يبقى المصنف رقم A على جاهزيه الحكومه في التحول الرقمي. نقول تصنيف مصر الرابع على العالم بتشغيل العمل الحر، ودي يمكن من ضمن الاولويات القويه جدا في مصر.
شغال بيها بشكل كبير قوي. صحيح. خلينا نقول لحضرتك ان نمو هذا القطاع، قطاع تكنولوجيا المعلومات داخل الدوله المصريه، هو من اقوى ال ال صحيح. طيب كلمني اكتر باشمهندس انطونيوس عن البنيه التحتيه للقطاع الرقمي وقطاع التكنولوجيا في مصر. يمكن حضرتك اكيد بالتاكيد اي تنميه رقميه واي خطه بتستهدف بنيه تحتيه قويه، وحضرتك ذكرت ان ده بيتم بالفعل، ولكن كلمني اكتر عن تطوير البنيه التحتيه الرقميه في مصر في السنين الاخيره. خليني اقول لحضرتك ان البنيه التحتيه في مصر اتغيرت بشكل كبير قوي خلال السنين الاخيره، من 2014 حتى 2023، يمكن 2024 لسه ما انتهتش عشان نتكلم عليها، ولكن خليني اقول لحضرتك ان على سبيل المثال كان سرعات مصر او متوسط سرعه خطوط الانترنت داخل جمهوريه مصر العربيه نهايه 2019، مش هتكلم حضرتك ما قبل كده كمان، كانت 6.5 ميجا بيت بالسكند. تمام. حاليا في نهايه 2023 هي 75.4 ميجا بيت بالسكند، فيعني طفره غير طبيعيه. بنتكلم في اكثر من 10 اضعاف. صحيح. بالظبط كده، اكثر من 10 اضعاف. خليني اقول لحضرتك بقى الاهم من كل دوت مش بس وجود بنيه تحتيه سريعه، هي المراقبه على هذه البنيه التحتيه. يمكن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزاره الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات من اهم الاجهزه الرقابيه على الانظمه اللي موجوده في جمهوريه مصر العربيه، الرقابيه على خطوط الانترنت، على مقدمي خدمات الانترنت، بيراقب حتى على عدد الشكاوي اللي موجوده من المواطنين لشركات الانترنت او مقدمي خدمه الانترنت، بحيث انه يقدر يسيطر على حجم المشاكل اللي موجوده في مصر، يقدر يدي بنيه تحتيه قويه، يقدر يساهم في اختيار كمان نوعيه البنيه التحتيه اللي تبقى موجوده داخل جمهوريه مصر العربيه، بحيث ان تدي خدمه بشكل اعلى ما يمكن الوصول ليه. هذا القطاع قطاع واعد جدا داخل جمهوريه مصر العربيه، النمو بتاعه وصل بشكل كبير جدا الى او بنستهدف 8% خلال 2030، ولكن هو حتى الان احنا وصلنا ل 5.4% نمو السنه دي خلال 2022. اخيرا يا باشمهندس، التعليم التكنولوجي والتعليم الرقمي في مصر لابد ايضا من ربطه بسوق العمل، وتم فيه تطوير كبير برضه في السنين الاخيره بتوجيهات رئاسيه بهذا المجال، مجال التكنولوجيا والحواسب والمجال الرقمي يمكن بشكل عام. شايف برضو التعليم الرقمي في مصر عامل ازاي وتطويره ازاي في الفتره الاخيره، سواء في الجامعات او حتى في المدارس، لان اعتقد ان ده مجال لابد انه يبدا مع الطفل من بدايه تعليمه علشان نوصل فيه لمكانه متقدمه. خليني اقسم سؤال حضرتك لجزئين. اتفضل. الجزء الاول هو التعليم هيودينا لفين؟ تمام. فكره انهاء ازمه الثانويه العامه واحط قطاع كامل متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات، فده معناه ان انا داخل في هذا المجال بقوه شديد جدا. تمام. الجزء الثاني هي البنيه التحتيه والبرمجيات اللي النهارده بتطرح في اداء عمليه التعليم. وده واضح جدا السنه الاخيره ديت مع الوزاره الجديده، ان بيستهدف قوه واحترافيه الادوات المستخدمه في عمليه التعليم بشكل كبير جدا. ان في تغيير جذري في الاول اداء المدارس نفسها، ثم التعليم الجذري بقى متواجد في استخدام التكنولوجيا داخل المدارس، مع يمكن مش واضحه قوي في بدايه السنه لسه، ولكن مع نهايه الترم الاول هتبقى واضحه بشكل كبير جدا، هي اصرار وزاره التعليم على دمج التكنولوجيا بشكل كبير قوي في التعليم، واستخدام التقنيات الحديثه في البرمجيات وفي منصات التعليم، في منصات المستهدفه لتدريب ولادنا وتعليم ولادنا ازاي يستخدموا هذه التقنيات، مش بس استخدام التقنيات ولكن التعليم من خلال هذه التقنيات بشكل كبير جدا. داخل فيها جزء كبير قوي من الذكاء الاصطناعي في وصول المعلومه الى التلاميذ، داخل فيها جزء كبير جدا من الثقافه القويه جدا الخاصه بالتكنولوجيا بشكل كبير قوي. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للمهندس أنطونيوس ميخائيل خبير تكنولوجيا المعلومات، شكرا جزيلا ليك.